مرحبا. رح نشهد اليوم خسوف كلي للقمر، بس للأسف ما رح فينا نشوفه بدول المنطقة العربية، ورح يحجب الخسوف ظل الأرض بنسبة 100% تقريبا من قرص القمر عن ذروة الخسوف الكلي، ورح تقدر دول النصف الغربي من أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأستراليا من رؤية الخسوف، ورح يبدأ الساعة 1:54 بتوقيت غرينتش. ورح يشهد هالعام خسوف تاني للقمر يوم 28 أيلول القادم، والجدير ذكره أنه عام 2015 رح يضم كسوفين للشمس، واحد كلي وصار ب20 أدار وآخر جزئي، وخسوفين للقمر كلاهما كلي. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة عم بتكون معتدلة والرطوبة عالية والبحر منخفض الموج حرارة 119 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13 على المرتفعات 8 بالبقاع 3 والأرز درجة، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. خلينا نبدأ بأرتبة 21، بدارو 21، علم الشعب 19، جرجوع 15، عين سحلتا 13، بسكنتا 18، وحتشيت 9. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 13 أدناها وأقصاها 21، نهار الأحد بتتراوح بين 14 و23، ونهار الاثنين بين 15 و24 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 17، دمشق 21، الجزائر 24، وتونس 24، ومننهي مشوارنا بباريس 12. وهيدا كان كل شي. باي.